بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. السلام عليكن أخواتي في الله، مرحبا بكن في قناتي الإسلامية التي أنزل فيها دروس خاصة في تعلم أحكام التجويد بصورة ميسرة. نكملوا اليوم الدرس تاعنا، أو نكملوا اليوم الدروس تاعنا. الدرس الأول أو الدرس ما الجديد هو أحكام المدود. تعريف المد لغة هو زيادة، واصطلاحا هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين. أو حرفي اللين ويقابله القصر. وهو لغة الحبس، يعني القصر هو الحبس، واصطلاحا هو النطق بالحرف من غير أي زيادة، هذا هو معناتها القصر. أما المد وهو إطالة صوت بحرف من الحروف عكس القصر. وحروف المد وتسمى بحروف اللين أيضا، وهي ثلاثة: الألف لا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها أو ما قبلها إلا مفتوح، مثال قال قال. الواو الساكنة المضموم ما قبلها مثل يقول، والياء الساكنة المكسور ما قبلها مثل قيل. هذو هما حروف المد وتسمى بحروف اللين. كي تلقوا في مصطلح اخر ولا في دروس اخرى، ولا كي تشوفوا حروف المد وتشوفوا حروف اللين، هي كيف عندها نفس المعنى. وقد اجتمعت حروف المد الثلاثة في كلمة نوحيها بصورة هود، الآية 49. أما حرف اللين أو حرفاء اللين فهما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، مثل البيت، خوف. هادو يسموهم حروف اللين. أنواع المدود في القرآن الكريم أو العظيم: أولا المد الطبيعي، ويسمى بالمد الأصلي، وهو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا يقوم على سبب بعده من همز أو سكون، بل يكفي فيه وجود حرف مد واللين، وجود حرف المد واللين. المد الطبيعي أو ما يسمى بالمد الأصلي، وهو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا يقوم على سبب بعده من همز أو السكون، بل يكفي فيه وجود حرف المد واللين. وسمي أصليا لأنه هو الأصل في جميع المدود، ويأتي في وسط الكلمة مثل خالق، أو في آخرها مثل يا أيها. ومقداره حركتان وصلا ووقفا عند كل القراء. هذا هو المد الطبيعي، مد عادي طبيعي، خالق يا أيها.
يا أيها مقدارين، مقدار حركتين، والحركة معناتها هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرف متحرك، وعليه فالحركتان هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرفين متحركين. غادي نعطيكم مثال زمن النطق ب با زوج تاع الباءات. زمن نطق البا با زوج تاع الباءات، وزمن نطق بي بي زمنها بي بي زعما في بلاصة ال، وزمن النطق بي بو معناتها بو بو بابو بي. هادو مد حركتين أو مقدار حركتين، هذا معناتها الحركة. هنا عندنا تنبيهات، عندنا هنايا تنبيهات. الحرص على بيان المد الطبيعي خاليا من الغنة، ما نديروش فيه غنة، هذا تنبيه باين. القصور في أداء المد الطبيعي قد يؤدي إلى الإخلاء بالمعنى، فلو فرط في قراءة الألف في اللام النافية من قوله تعالى يا بني لا تشرك بالله، إن في سورة لقمان، لبدل المعنى من حالة النهي إلى التأكيد. هنا شتو، هنا كون القصور في أداء المد الطبيعي زعما تنقص من المد الطبيعي، تنقص منه قد يؤدي إلى بدل المعنى من حالة النهي إلى التأكيد والعياذ بالله. فلتحذر القارئة من هذه النقطة، إن شاء الله تكونوا فهمتوا. التنبيه الثاني، قلنا القصور في أداء المد الطبيعي قد يؤدي إلى الإخلال بالمعنى، زعما الأداء الطبيعي تنقصي منه، هنا يتبدل المعنى من حالة النهي إلى التأكيد والعياذ بالله. يا بني مثلا لا تشرك، يا بني لا تشرك، لا تشرك، هنا تبدلها المعنى، لا تشرك يقول لها اشرك، افهمتوا؟ بس هنا خدش على درنا القصر، نقصنا في المد الطبيعي. يا بني لا تشرك، لا هذا خاطئ والعياذ بالله، هنا تحرزوا رواحكم. يا بني لا تشرك بالله، لا تشرك بالله، هذا التنبيه الثاني. هذا فيما يخص المد الطبيعي أو ما يسمى بالمد الأصلي. عدنا ثانيا مد العوض، ويكون حالة الوقف فقط على تنوين النصب، حيث يعوض هذا التنوين بألف تمد بمقدار حركتين. هذا باين، مد العوض راه باين هنا، يشغف في تنوين النصب، حيث قالك حيث يعوض هذا التنوين بألف تمد بمقدار حركتين، ويلحق هذا المد بالمد الطبيعي. نحو أو مثال عليما، من نقفوا عليها كي نقولوا عليما، ماء من نقفوا عليها نقولوا ماء، هذا هو مد العوض. جبنا غير في التنوين، فقط على التنوين النصب. هنا عندنا تنبيه أيضا في مد العوض، يستثنى من مد العوض الوقف على الهاء التأنيث المربوطة، حيث يوقف عليها بهاء ساكنة، مثل نعمة أو نقول نعمه نعمه، نوقف على هاء ساكنة نعمه. هذا فيما يخص أخواتي، قلنا عرفنا المدود بصفة عامة، وعرفنا شوال القصر، وعرفنا أنواع المدود في القرآن الكريم. رانا دلنا قلنا الأولى المد الطبيعي، ثانيا مد العوض. بإذن الله في درس مقبل بإذن الله تعالى، ما نكترش عليكم، ما نطولش عليكم الفيديو، باش تفهموا وتقربوا غاية.
نقول لكم بارك الله فيكن جميعا وجزاكن الله خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.